تعالي نشوفه مع بعض، نتفرج فيه مع بعض. هنا على فكره روجينا عامله شخصيه حلوه قوي. اه طبعا. قوي. يعني اصعب حاجه ان اهلك يشهدوا عليكي. طيب، علشان انا عارفه انتوا بتبقوا مشغولين جدا تلحقوش تشوفوا شغلكم، هندعو فنانه ميمي جمال في العيد كده وهي قاعده معانا مرتاحه في التاسعه، نتفرج على حاجة. نشوف مع بعض مشهد من سر إله. زي ما انت ما صدقتيش ان انا قتلت، احكي وربنا وربنا ما هفتح بقي ولا اقول لاي حد اي حاجه، بس احكي لي. مش انت عايزاني اعتبرك اختي؟ هتحكي لي بقى ولا اعتبرك امي؟ لا بلاش امي دي. شوفي بقى هحكي لك. بنتي كانت غاويه كمبيوتر. انا طبعا ظروفي كانت على قدها قوي. بقيت اشيل اللقمه من بقي عشان اقدر ادفع لها الاقساط. ما انا جبت لها الكمبيوتر والكهرباء دي الايباد ده ولا اسمه ايه بالقسط. البت ما كانتش راضيه عن نفسها. تقولي في ناس بيكسبوا فلوس كتير قوي وبيشتغلوا قليل، وناس تشقى وتتعب وتاخد فلوس قليله. مش عارفه ان الرزق ده ربنا هو اللي بيكتبه وهو له حكمه فيه. صحيح. وايه اللي حصل بعد كده؟ كانت شاطره قوي في دراستها، والاساتذه بتوعها كانوا بيقولوا انها من اشطر البنات. لكن بعيد عنك بقى، الشيطان وزها ودخلت على سيستم بنك وبقت تسحب فلوس لحسابها. بعد فتره الحكايه اتعرفت طبعا. مشي ورا الموضوع لغايه ما وصلوا للكمبيوتر والايباد اللي كان في بيتي اللي كان باسمي. فاعترفتي على نفسك؟ هو كان ينفع ان انا ادخل بنتي السجن؟ الدنيا دي غريبه قوي. انا اخواتي وجوزي ضعوني ورموني في السجن، وانت بعتي نفسك عشان بنتك ما تتسجنش. اختي ده احنا شبه بعض قوي. الام المصريه دي فظيعه طبعا. يعني الام المصريه تضحي بكل حاجه عشان ولادها. اه بنتها غلطت، بس هي ما حبتش. انا عمري، انا كبرت، انا ممكن اخش السجن، لكن بنتي صغيره هتضيع عمرها، الحياه قدامها، فهي تضحي بنفسها عشان بنتها.